السادة المؤتمرين، نعلن عن السيد الطالبي العالمي السيد راشد الطالبي العالمي رئيسا لهذا المؤتمر. كنطلب التصفيق عليه. هذه المحطة هذه كتجي الخصوصية ديالها وأنها كتجي بعد نجاح الباهر الذي عرفه المؤتمر الوطني السابع لأيام 4 و5 مارس 2022 اللي تم فيه تجديد ديال الثقة ديال الأخ عزيز أخنوش، إذن وتم تجديد أعضاء المكتب السياسي. إذن اليوم غادي نقول لكم بكون أنه هذا المؤتمر هذا كذلك الظرفية ديالو الثانية، وهي أنه جاء بعد النجاح ديال حزب التجمع الوطني الأحرار في الاستحقاقات الأخيرة، وجاء جاء خدا واحد الموقع ديال الريادة اللي مكنوا كذلك من رئاسة الحكومة، واللي مكنوا كذلك من تنزيل البرنامج الانتخابي اللي وعد به المواطنين في سبتمبر 2021. إذن احنا اليوم المكتب ولا المجلس الجهوي ولا المؤتمر الجهوي سيناقش قيادة الحزب، وسيناقش اليوم الوزراء ديال الحزب وأعضاء المكتب السياسي حول مدى تنزيل هذه البرامج هذه اللي وعدنا بها المواطنين. إذن ولكن اليوم كنلقاو بأنه البرنامج الحكومي دخل البرامج ديالنا اللي كنا كنوعدوا بها الناس، دخل المسألة ديال الصحة، دخل المسألة ديال التعليم، دخل المسألة ديال التشغيل، دخل واحد العدد ديال الأمور اللي هي كنا كنطالبوا بها يعني باش تكون يعني من الأولويات ديال المطالب ديالنا للمواطن المغربي. إذن اليوم غتكون فرصة ديال النقاش، فرصة ديال باش نسمعوا النبض ديال الأقاليم، لأن حتى الأقاليم خاصنا نعرفوهم شنو المشاكل ديالهم، الرؤساء الجماعات شنو هي المشاكل ديالهم، باش نشوفوا الحلول ديال هاد المشاكل، واللي تكون حلول اللي غادي تتعرض بشكل رسمي على الحكومة واللي تنزل فيها حلول، سواء بمقتضى مراسيم، سواء بمقتضى قوانين، سواء بمقتضى قرارات. إذن هنايا محتاجين هاد اللقاء هذا، وكذلك هو مناسبة باش أننا كنتلاقاو مع الإخوان ديالنا ومع المناضلين ديالنا، وهو مناسبة أخرى للرد على المشوشين، لأن هناك كثير من المشوشين، لأن اليوم الناس اللي ما قدروش ينجحوا في هذه الاستحقاقات هذه اليوم كيقولوا كيخرجوا بتصريحات خطيرة. واش أن اليوم آخر أنا ما سمعناه هو أنه أمين عام لحزب كيجي اليوم يقول على كون أنه لو كان هو رئيس حكومة ما يزيدش الموظف، ما يفكرش في يزيد الموظفين، ما يفكرش، قال لك انا اللي حمق هو اللي غيزيد دابا اليوم الموظفين. لا بالعكس. اذا حنا علاش حنا جبنا حكومه ديال الناس اللي هما حكومه الكفاءات؟ هذه هي حكومه الكفاءات. اولا هو واحد الموعد تنظيمي جد هام اللي كياكد بان حزب التجمع الوطني الاحرار اللي اليوم كيحصل على الثقة ديال المغاربة للترأس يعني الحكومة، انه منسجم مع القناعات ديالو وفي الالتزامات ديالو. التجمع الوطني الأحرار وعد المغاربة قبل 8 شتنبير بوعدين أساسيين، أولا تغيير المفهوم ديال السياسة باش ما تبقاش هذاك الفعل الموسمي اللي فقط كيدار وقت الانتخابات، الفعل التنظيمي خصو يستمر، التنظيم الحزبي خصو يبقى خدام. واليوم هذه فرصة أولا باش نجتمعوا مع المناضلات والمناضلين ديالنا بما فيهم الشباب اللي اليوم عندهم مكانة جد مهمة داخل الحزب. الشباب اليوم حاضرين في البرلمان بقوة، 6 ديال أعضاء المكتب الوطني للشبيبة التجمعية اللي نالوا الثقة ديال العضوية ديال مجلس النواب، وعندنا شباب في مختلف مناطق مراكز القرار، وهذا هو هذه هي الرسالة اللي كنا حاملينها، وهذه هي الرسالة اللي تأكدت قبل الانتخابات، وهذه اليوم هي الرسالة اللي بغينا نحملوها داخل المؤتمرات، أن الشباب اللي في موقع المسؤولية خصو يبقى ملتزم بالتنظيم الحزبي باش ما نهملوش يعني هذه المسؤولية على حساب يعني المهام ديالنا التدبيرية. هذا أول مؤتمر اللي سنعقدوه من بعد ما دازت الانتخابات، من بعد ما دازت الحكومة، من بعد ما دازت جميع المراحل اللي عرفتها البلاد ديالنا في هذه الشهور الأخيرة. إذا اليوم تنعلنوا على انطلاقة لأول مؤتمر جهوي لحزب التجمع الوطني الإحرار، وانطلاقة انطلقت من عندنا اللي هي جهة الرباط سالة القنيطرة، وهذه مناسبة أننا تنتواصلوا للتواصل مع المناضلين والمناضلات من أجل التنزيل ومناقشة كل ما فيتنا وعدنا به المواطنين، ومن أجل تنزيل البرنامج ديالنا على أرض الواقع. هذه مناسبة أيضا لكي نطلع عن قرب
على المشاكل اللي تعرفوها المناضلين والمناضلات من خلال التواصل ديالهم مع الساكنه. اذا هذه المحطه هي المحطه الاولى ديال سلسله ديال المؤتمرات اللي غتنعقد على صعيد جميع الجهات ديال المملكه وكذلك الجهه 13 ديال المغرب العالم، اضافه كذلك واحد السلسله ديال اللقاءات مع المنتخبين على صعيد كل مناطق المملكه. وتنعرفوا بان التجمع الوطني الحر عند اكثر من 10000 مستشار، وبالتالي هذه المحطه هي تنظيميه، هي سياسيه، هي كذلك محطه ديال الانصات ومحطه كذلك الاعداد لكل المراحل المقبله، لان نحن حزب يتواجد في الميدان، نحن حزب ينتج افكار، نحن حزب يشتغل على مشروع مجتمعي للمغاربة داروا فيه الثقة، للمغاربة حطت فيه الأمل، وبالتالي نحن نتوقع إن شاء الله أن نكون في المستوى ديال هذه الثقة وديال هذا التفاؤل وديال هذا الأمل بالنسبة للمستقبل ديال بلدنا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.